مصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. نبني عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل، بالصبر هيحلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا، وساعدنا بإيدنا المشاهدين. بيتجدد لقاء مع برنامج من سيزرع المليون في حلقة استثنائية بنقدمها نيابة عن الأستاذ شعبان بلال، إن شاء الله يرجع لنا بعد العيد. وكل سنة وحضراتكم ومصر كلها طيبة، كل سنة وجيشنا وقواتنا المسلحة بكل خير، وشرطتنا وقضاءنا الشامخ بكل خير، كل سنة وجيش مصر الأبيض اللي بيحارب فيروس كورونا بكل خير، كل سنة وجيش مصر الأخضر فلاحين مصر بكل خير ومزارعين مصر. وبنستكمل مع حضراتكم لقاءات برنامج من سيزرع المليون في أزمة زراعة البطاطس، وبنتحاور مع فلاحين مصر وجيش مصر الأخضر، الناس اللي زي ما بدأ برتتر برنامجنا وبيقول بدين أحلى شباب بالكون، مصر هتزرع كذا مليون إن شاء الله بإذن الله، رغم كل الأزمات ورغم كل الصعاب إحنا هنزرع أرضنا وهنزرع قوتنا بشباب خريجنا بفلاحنا بصغار مزارعنا بصغار فلاحينا بمستثمرينا، كلنا إن شاء الله هنجعل من مصر جنة خضراء في ظل قيادة القيادة الرشيدة للدولة المصرية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دائما وابدا بيؤكد على ان مصر هي دوله زراعيه من طراز فريد، وان العمود الفقري للاقتصاد المصري هو الزراعه، وان احنا هنصنع غذائنا وسلاحنا وقوتنا ودوائنا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله مصر دائما للامام. النهارده بنرحب بمجموعه من مزارعين وفلاحين مصر، هم ضيوفنا للحديث عن أزمة زراعة البطاطس ومن المستفيد ومن المتسبب في هذه الأزمة. النهاردة معانا
الحاج محمود جندية عضو اتحاد مصدري مصر والامين العام المساعد في النقابه العامه للفلاحين. اهلا بسعادتك فندم. اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب ومصر كلها طيبه وربنا يحفظ مصر وشعبها يا رب. يا اهلا بيك حاج محمود. بنتشرف كمان بالحاج اسلام دراز رئيس مجلس اداره شركه الربيع للاستيراد والتصدير. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا عادل بيه وربنا يجعل يا رب سنه سعيده على المسلمين وعلى الشعب المصري ويعافينا ان شاء الله باذن الله من البلاء دوت باذن الله رب العالمين. ربنا يبارك في حضرتك. معانا الحاج شتله كمال شتله رئيس مجلس اداره شركه النور للاستيراد والتصدير واحد فلاحي مصر المزارعين والمجتهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك. كل سنه وانت طيب والامه المصريه والامه العربيه كلها بخير. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وسعادتك بخير وكل سنه ومصر كلها بخير. ان شاء الله بنكمل كلامنا في ازمه البطاطس اللي بنعيشها دلوقتي في ظل ازمه كورونا. وبنوجه سؤالنا للحاج محمود جنديه. في وجهه نظر سعادتك يا حاج محمود، النهارده من المتسبب الرئيسي في ازمه زراعه البطاطس والخساره اللي بدا يحسها التاجر والمزارع والمصدر؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا بالنسبة للأزمة اللي شغالة في مصر حاليا بالنسبة للبطاطس، أول رقم واحد التقاوي دخلت مصر أكتر من الكمية المطلوبة. أكتر من الكمية المطلوبة؟ من الكمية احتياجات لمصر. يا طب احنا المفروض نزرع يعني يدخل مصر قد ايه نزرعه؟ يعني حضرتك المفروض ما يتعداش مصر من 80 ل 90 ألف طن. من 80 ل 90 ألف طن. 90 ألف طن مش 140 ألف و 130 ألف و 120 ألف. يعني أول حاجة إن إحنا استوردنا أكتر من اللي المفروض نزرعه. من الكميات المطلوبة. من الكميات المطلوبة ولا من المطلوبة لزراعات مساحات مصر. من 80 ل 90 ألف طن. دي أول حاجة، إحنا استوردنا أكتر من المطلوب. بالظبط سعادتك. يعني استوردنا في حدود كم طن احنا؟ دخل مصر السنه دي حوالي 145 ألف طن. دي اول حاجه من وجهه نظر حضرتك. وبالتالي في انتاجيه. المساحات كترت. زاد الانتاج. الانتاج زاد، مفيش تصدير. مفيش تصريف للبطاطس. طب يعني قلة التصدير ده ناتج عن ايه؟ طبعا ازمة كورونا ولا ده كل سنة بيبقى كده؟ والله ازمة كورونا مع الدول كلها تعبانة، كورونا قضت على الدول كلها. فالنهاردة حضرتك ست البيت بدل ما هتنزل تجيب 2 كيلو بطاطس، لا هتجيب كيس من اللي هو نص مقلية ده وتمشي حل. عشان خايفة تروح السوق عشان الكورونا وقرف وزفت. يبقى احنا اول حاجة استيراد كميات اكبر من المطلوبه ادى الى زراعه مساحات اكبر من احتياجات السوق. بالزبط. واحتياجات التصدير. بالظبط. فادت الى ان بقى في كميات كبيره من الانتاج اكبر من المطلوب، يعني المعروض. بالزبط. من البطاطس اكبر من المطلوب. بالزبط. نتيجه استيراد كميات. بالزبط. اكبر من المطلوب زراعتها. بالظبط. طيب ايه تاني من وجهه نظر سعادتك؟ والتصدير رقم 2. التصدير. مفيش تصدير. مفيش كميات مسحوبه زي كل سنه من مصر. يعني انخفضت الكميات المطلوبه للتصدير. بالظبط. بسبب ازمه كورونا. بالظبط. خسائر فادحه للناس السنه دي يا عادل بيه. يعني الخسائر دي من وجهه نظر حضرتك يعني اصابت مين تحديدا؟ يعني مين الفئات اللي بتشتغل في البطاطس؟ المستفيد حاليا من الازمه والخسائر اللي الناس فيها دي المستهلك. طب والمستورد؟ لا حاليا المستورد، انا بكلمك في اللي زارع. ماشي، احنا بنتكلم على الازمه من كل جوانبها. ايوه ماشي. من وجهه نظر حضرتك كده، ما هو المستهلك المستورد كده يبقى استفاد لان هو كمان. لا ما هو في حضرتك، انا هقول لحضرتك حاجه. في اصناف رئيسيه واساسيه ديت المفروض هي رقم واحد في مصر. النهارده حضرتك بدل ال 10 بقوا 100 و200، كله بيجري يجيب بضاعه ويجيب تقاوي. بالتالي التقاوي كترت في السوق. فالناس عايزه تبيع. ما هي الكارثة من هنا، انما لو كل حد ملتزم زي البهوات المستوردين الكبار باصنافه، انما النهارده كل واحد عمل سجل طلع بره جاب بطاطس تقاوي.
هي دي كارثه. يعني انت يعني حضرتك دلوقتي المستفيد الاول في الازمه دي هو رقم واحد المستورد، رقم اتنين المستهلك. حته ان المستهلك يبقى مستفيد دي حاجه ما تزعلناش، بس المستورد في حاجه عادل بيه، المستورد اداك التقوى بتاعته، والتقوى بتاعته جابت معاك انتاج، ما جابتش انتاج، لا ده جابت انتاج. انما هو بالنسبه كمستورد مش يعني قصه ان السوق النهارده البطاطس النهارده بتتشحت او رخيصه، مش قصه المستورد، المستورد باع التقاوي واداك جوده. تمام. انت واخد بال حضرتك؟ فهو موضوع امال مين المسؤول عن استيراد كميات كبيره من البطاطس؟ ما هو حضرتك، ما انا بقول لحضرتك لسه وقع. المسؤول عن استورات الاستيراد الكميات الكبيره من البطاطس الناس، الشركات اللي لسه جديده طالعه. بتدخل الفجوه ديت مصر، بتدخل التقاوي الكتير دي مصر. انما في شركات ديت بقى لها النهارده 50 سنه في مصر. مين من وجهه نظر حضرتك المتضرر الكبير في المتضررين ده؟ قلنا المستفيدين، المتضررين من ازمه الفلاح البطاطس. الفلاح، التاجر. التاجر ده اللي هو همزه الوصل ما بين المزارع وما بين المستورد. المستورد. وما بين تاجر الجمل. وما بين المزارع. المزارع. او المصدر. والمصدر، هل المصدر هو كمان انضر في الازمه دي ولا لا؟ المصدر اللي بياخد منك عشان يصدر ما انضرش. يبقى المتضرر الاول هو الفلاح. ايوه. ثم التاجر اللي هو، ثم المزارع. المستثمرين الصغيرين. المستثمرين الصغيرين. ايوه. طب الاستاذ اسلام دراز، من وجهه نظر حضرتك ايه هي الاصناف المطلوبه عشان نعرفها للساده المشاهدين او التي تجود في بر مصر؟ عادل بيه، انا بضم صوتي للاخ الحاج محمود شحات جنديه في اللي هو قاله، بس في ملحوظه صغيره بعدلها مع الاخ محمود جنديه، الحاج محمود، اللي هو بيقول المصدر ما انضرش. هو اساسا المصدر ما بصدرش. ما بصدرش. ما هو انا عشان كده انا سالت حضرتك السؤال ده على طول بعديه، واكدت ان المستصدر اكيد ما بيصدرش كميات. دي حلقه حضرتك، وبال حضرتك دي حلقه بالنسبه للفلاح متضرر. التاجر اللي هو اللي في النص ده ما لمش فلوسه من الفلاح، لان طبعا انت عارف التاجر ده اللي هو وسيط بين المصدر وبين المزارع. بيقعد كميات تقاوي من المصدر اللي هو مثلا في موسم صيفي زي كده من عبو، احنا كنا بنصدره السنه اللي فاتت كميات، كان روسيا شغاله والخليج شغال والناس كانت بتاخد والدنيا كانت كويسه وشغاله، وفي كميات بتخش الثلاجات، فكنا بنطلعه احجام التقاوي بندخله الثلاجه، فكان التاجر اللي هو الوسيط بياخد التقاوي دي بيوزعها على المزارع. المزارع النهارده اصبح خد الطن ده على المحصول بالنسبه للزراعات اللي هي الشتوي، خد الطن ب 4000 جنيه للمزارع، فالدان بياخد 2 طن ونص. يعني بيخش له في حوالي 12000 جنيه تقاوي، بيصرف له كمان 30000. ده الفلاح اللي هو الصغير، ما هو في فئتين اتنين بالنسبه لزراعه البطاطس، في مستثمر دي تكلفه بتزيد شويه. لان يعني بيبقى داخل تحت درجه اعجام معينه بالنسبه للخليج. تمام. وبالنسبه للصادر بره، الفلاح اللي هو الصغير فالدان بتاعه بيصرف 35000. بيجيب 15 طن بطاطس او 12 طن بطاطس في 2000 جنيه، يعني ما بجيبش حاجه، يعني عنده ماينس حوالي 5000 جنيه خساره. لا ده 10000 جنيه ده بالنسبه للفلاح اللي هو الصغير. بالنسبه للمستثمر غرامته 20000، لانه بيزرع بيكلف اكتر وبيزرع مساحات اكتر. بيزرع مساحات اكتر. وبيزرع زراعات تحت اشراف مهندسين وكده يعني. فالفلاح هو الفلاح ما الزراعات ما جابتش ثمن التقاوي وثمن المصاريف. فبالتالي انكسر الفلاح. اصبح النهارده المصدر ليه فلوس. مفيش سواق بره شغال. تمام. مفيش مجال مفتوح بره. طيب هو الحاج محمود قال معلومه، احنا بس عايزين ايه عشان خاطر الناس تفهم، الـ مش كل الناس اللي بتشوفنا يفهموا في البطاطس، فاحنا عايزين نقول بس هو الحاج محمود قال سبب الازمه ان تم استيراد كميات. تمام. كبيره اكتر من المطلوب، واخد بال حضرتك؟ فانا مع حضرتك. وقال ان المطلوب زراعته من 80 ل 90 الف طن. ايوه. تمام. واللي جه حوالي 145 145 الف. طيب ومن وجهه نظر سعادتك الاصناف اللي المستهلك اللي هو بياخدها، او الاصناف اللي تتزرع في مصر افضل الاصناف اللي بتتزرع،
واللي المستهلك عايزها. ايه هي الاصناف دي عشان الاصناف دي نعرفها؟ انت عندك هو اول صنف عادل بيه اللي هي الاسبونتا. الاسبونتا 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 دي مطلوبه كسوق محلي موجود هنا في مصر المستهلك ومطلوبه كتصدير بره. طيب دي بتاع دي يعني باستخداماتها بالنسبه للسوق المحلي المستهلك بيستخدمها في القلي ده, ده ده صنف جالي ومائده شغال الاثنين. في بقى اصناف تانية برضك اللي هي القاره والسيلاني والدايموند والحاجات ديت. في دي برضه اصناف مائده؟ لا ده اصناف القاره ديت برضك شغاله مائده وشغاله اليه برضه. يعني اللي هي صناعه الشيبسي. لا ده بالنسبه لصناعه الشيبسي اللي هي الهرمس ده من الطراز الاول. الهرمس والروزيت والدايموند. الدايموند ده نص مقلي. ده نص مصانع اللي هي نص مقلي. مقلي دي بقى اللي بتعمل منها شيبسي. اللي هي الهرمس والروزيت. الهرمس والروزيتا. الدايمونتات ديت والسانتانا والاصناف ديت ده شغاله نص مقلي. اللي هي الصوابع حضرتك دي. الصوابع. يبقى عشان المشاهد يبقى يعرف ان السبونتا والكارا والسيلاني دول اصناف مائده. والبرن. والبرن دول اصناف مائده. يعني دول دي الاصناف اللي احنا بيستهلكها اللي هي اصناف المائده اللي بيستهلكها ست البيت يعني. انما الهرمس والروزيتا والدايموند دول اصناف نص مقلي وبتخش بتعمل منها الشيبسي. تمام. يعني اذا اللي بيتعمل منه شيبسي غير اللي احنا بناكله في البيت. لا ده اللي هو الهرمس والروزيتا. بيشتغل في العروه الصيفيه دي حضرتك المصانع بتشتغل على الهرمس. العروه الشتويه بتشتغل على الروزيتا. انت عندك في ازمه ثانيه برضه في مجال التصنيع. المصانع ما التزمتش بالعقودات مع الفلاحين لسوح عشان الازمه اللي موجوده ديت والمصنع مش شغال وسحب ضعيف على الكيس. لا بس المصنع ضر المتعاقد ضر لان الفلاح النهارده لما يبقى المصنع متعاقد ب 4300 جنيه ويجي ما يستلمش مني التعاقد وياخد ب 1000 ونص وفي شرط جزائي في العقد. لا دي بهدله. مفيش التزام. مفيش التزام من اي مصنع مع المستهلك. لا مفيش التزام خالص مع الموردين خالص. بالنسبه لمجال التصنيع خرب بيوت الفلاح. خرب بيوت الناس السنه دي بدون شك. شركات جميع المصانع اللي موجوده اللي متعاقده بدون ذكر اسماء اي شركه ما سموش على حاجه ما التزمتش باي عقد مع الفلاح. في ظل السنه الموسم اللي فات البطاطس الهرمس وصلت 7000 جنيه كان متعاقد معاهم على 3500 والفلاح التزم مع المصانع واداله البطاطس وخد البطاطس ب 3000 ونص عاون السوق بره كان ب 7000 جنيه و 7000 ونص و 8000 جنيه بالنسبه لصف الهرمس. بالنسبه لصف الهرمس. لكن هو المصانع خلت بالفلاح هذا الموسم وخلت بالمورد. هل دي يعني هل الازمه دي ازمه مؤقته بسبب كورونا ولا محتاجه؟ والله يا عادل بيه العالم كله عنده ازمه بسبب الكورونا. العالم كله. تمام. عنده ازمه بسبب الكورونا. بس احنا طبعا احنا عندنا خسائر السنه دي كناس مزارعين وكناس مستثمرين وكناس وكفلاح خسائر. يعني فدان البطاطس زي انا ما قلت لحضرتك فئتين اتنين. فئه الفلاح الصغير فدان بيسيب فيه 10000 جنيه، فئه المستثمر بيسيب فيه 20000. بس في سنوات بيكسب. ما سنوات مش هيعوض الغرامه بتاعت السنه دي يا عادل بيه. انت عندك البطاطس السنه دي انت شغال حلقه السنه دي بالنسبه للشتاء والصيفي يعني 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 ما فيش اسعار خالص. ما فيش اسعار ما بتجيبش والتكلفه زايده وراك عمال وراك رواتب وراك موظفين وازمه وانت ما تقدرش ان انت تتكلم. بس مع ذلك برضك احنا ما فيش مهنه بالنسبه لنا غير مهنه البطاطس. يعني البيض انا حد لحضرتك على ذكر مثال. شركه واحد العوينات. ده بتاع الحاج يوسف عبد العزيز. وزارع في العوينات مع الجيش. الحاج يوسف عبد العزيز حجم الخسائر عنده السنه دي تتعدى 300 مليون جنيه. من زراعه البطاطس. هو اول مره يزرع بطاطس ولا بيزرع زرع بطاطس؟ زرع بطاطس. هل هيزرع بطاطس ثاني ولا مش هيزرع؟ هيزرع طبعا. يعني مهنه فيها مكسب وخساره زي مهنه. بوضح لحضرتك انا واخد 200 فدان لسه هستلمهم من شركه استثمار فلاحين مصر. وهزرع بطاطس. يعني انت رغم الخساره هتزرع تاني بطاطس وخدت أرض جديده عشان تزرع بطاطس. واوضح لحضرتك برضك شركه فلاحين مصر اللي هي اللي بتاع الاستثمار عندها كميات من الاراضي في المنيا. ناس بترحب بينا ترحيب يعني حاسين بالوضع اللي احنا فيه كمستثمرين صغيرين.
على اساس يعني بتوفر لك مساحات؟ موفر لي مساحات ومساعدات تانية برضه. حضرتك شايف ان ارض المنيا دي وارض فلاحين؟ لا، ارض المنيا يا باشا بقالها سنتين اتنين العين عليها وبيجيب زراعات كويسه وتربه لسه بكر يعني بلفظ الكلمه بتاعتنا كمزارعين. الارض البكر في محصول البطاطس بتجيب 3 سنين ولا 4 سنين بيجيب محصول وخالي من الامراض وزراعه هناك الميه 200 الميه 200% هناك. احنا عندنا هنا النهارده في الوادي ميه فيها 500 و600 و700 و800 نسبه الملوحه بتاعت الميه. هناك ارض بكر ميه كويسه ميه تمام. ناس يعني مساهمين معاك فاتحين لك جناحاتهم بيقول لك اتفضل ازرع خضر الارض اشتغل احنا معاك. عشرونا اللي احنا يعني شجعونا اللي احنا ناخده ونزرعه تاني. يعني احنا في المقدمه قلنا ان معانا الاستاذ اسلام دراز مدير شركه او صاحب شركه الربيع للاستيراد والتصدير. يعني حضرتك دلوقتي انت حضرتك مصدر ومزارع تمام. يعني المزارع هو اكتر يعني انت حضرتك من الفئتين اللي تضرروا كده. انا من الفئتين اللي هم اتضرروا يا ريس. ومع ذلك هتزرع ارض تاني اللي انا بقى بنقل دلوقتي في المنيا. هزرع في المنيا عشان تكلفه الاستصلاح والزراعه عندك وتكلفه التكلفه هناك عالي. طبعا اسعار الاراضي هناك مرتاحه والايجارات مرتاحه هناك والارض جودتها اعلى من هنا. هنا طبعا احنا بقالنا دلوقتي حوالي 13 سنه 12 سنه شغالين على منطقه الوادي بالنسبه لزراعات البطاطس ومديريه التحرير ارهقت وبقى عايز ارض بكري وجديده تزرع ارض بكر. فكل المستثمرين في شركات محترمه كله راح المنيا هناك والناس زرعت زي شركه الجمل. الناس زرعت هناك وزي الدكتور سمير النجار شركه ريتكس. ده الناس اللي هم كبراتنا في مجال الزراعه البطاطس واحنا دايما يعني احنا ان شاء الله باذن الله نمشي وراهم بالنسبه للزراعات. لان هم يعني بالنسبه للزراعات شافوا الخير هناك. انا حضرتك بتنصح الفلاح انه يزرع تاني يعوض؟ انا بنصح الفلاحين من فئتين اتنين. اول فئه بالنسبه للفلاح اللي هو الصغير دهوت اللي هو ينظر لارض المنيا. لارض المنيا. ارض المنيا النهارده فيها كميات اراضي هناك جودة ومية إن شاء الله بإذن الله حاجة فوق الخيال فوق الخيال. في هناك مشروع 1.5 مليون فدان كمان يعتبر بإيجار الأرض يعني بأقل بنص إيجار الفدان في أرض في أرض الدلتا والريف القديم يقدر ياخد أرض يمتلك أرض في الريف المصري. ويا بيه برضك في حاجة برضك أنت عندك الأرض هناك يعني بالنسبة للصالحات اللي موجود فيها التربة. لان انا النهارده انا رايح بزرع النهارده مثلا بطاطس بزرع سوداني عايز ارض بكر. ابدا اغير المجال ازرع فراوله تمام. عاوز ارض بكر وعاوز ارض ارض بالنسبه للميه بتاعتها تبقى كويسه. يعني يعني ما اخش فئه مثلا 900 جزء و1000 جزء في الميه والكلام من ده. ميه هناك 200 معدنيه وتربه حيويه هناك. يعني ده انت كده بتطمن الناس ان ازمه البطاطس ازمه مؤقته. دي ازمه مؤقته عشان الظروف اللي احنا فيها بتاعت البلد اللي هي الكورونا وازمه عالميه لان الاسواق بره قافله. احنا يعني عندنا هنا الاسواق قافله والاسواق بره قافله. وانت عندك في نسبه بالنسبه للمطاعم على مستوى الجمهوريه طبعا شغالين بياخدوا مثلا نسبه 30% من البطاطس. صحيح. المطاعم دي صحيح والمستهلك بياخد نسبه كمان 30% ودخلت نسبه 60% وبتصدر شويه وبحضرتك نسبه 40% في صادرات البطاطس. اصبح النهارده انت عندك كله مغلق. لكن 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 حضرتك يعني شايف ان احنا عشان تتحل الازمه في المستقبل ما تتكررش ان احنا تبقى مع تضم صوتك صوت الحاج محمود في ان احنا نستورد كميات او نستورد على قد اللي مطلوب زراعه على قد اقل من المطلوب عشان المزارع يربح. يعني المزارع اللي هو هيزرع 10 فدانين اللي هو الصغير يزرع فدانين يربح احسن ما يزرع 10 فدانين ويغرب. تمام. دي حاجه. وبالنسبه للمستثمر اللي كان بيزرع مثلا 500 فدان و600 فدان اصبح السنه دي بيزرع بال 3000 فدان وال 4000 فدان. يعني انت شايف حضرتك كده ان الفدان لما يكلف 35000 ده مع المزارع الصغير عادي. عشان المزارع يكسب ال 35 والفدان بيجيب له 15 طن. يعني عشان يكسب على الاقل يبقى سعر الكيلو من عنده 3 جنيه 3 جنيه من الفلاح كده هيوصل للمستهلك مش اقل من 4 و5. هو المستهلك كده هنروح لدايره ثانيه ان المستهلك لا يا عادل بيه. المستهلك النهارده لما ياخد كيلو بطاطس ب 4 جنيه و5 جنيه انت النهارده لما تنزل السوق يعني ساعه الحركه ما كانتش شغاله لان الوقت الازمه دلوقتي بجميع السلع
مش في البطاطس بس في جميع السعر. عندك الفاصوليا البيضاء كانت ب 20 جنيه النهارده ب 14 جنيه. هو سعره في السوق النهارده كام البطاطس بالنسبه للمستهلك؟ بالنسبه للمستهلك النهارده ممكن ياخد بطاطس ب 2 جنيه 2 جنيه ونص. وبتطلع من عند المزارع ب 1200 جنيه و 1500 جنيه خراب بيوت. خراب بيوت. لكن احنا بنقوله مثلا لو التداول اللي تيجي من بره يبقى عليها رقابه. عليها رقابه وتحديد كميات الكميات المطلوبه. يقوم اللي جاب اللي هو اللي جايب من بره المستورد اللي جايب من بره يكسب. والفلاح ياخد ويزرع ويكسب ويبقى الصنف متعزز عندنا لدي المستهلك يوصلوا المنتج بسعر معقول. العميل بره النهارده طب تعرض عليه بتعرض عليه ليه؟ ما انت عندك الكميات كتير. ان شاء الله ربنا يرفع الغلاء هو ان شاء الله وان شاء الله باذن الله بعد ازمه كورونا لما يتفتح التصدير اكتر من كده كمان ويمكن كلنا شفنا ان فيه اقبال على الحصيلات الزراعيه المصريه الفتره اللي فاتت فان شاء الله باذن الله لو فتح التصدير اعتقد التصدير بياخد على الاقل كام في المئه من الانتاج لو هو ماشي طبيعي لو التصدير اشتغل كويس وربنا كرمنا والوباء دوت رفع البلاد لان السلعه المصريه زي ما حضرتك عارف على جميع الدول العالم كله حافظه مكانتها وسلعه محترمه وان شاء الله باذن الله لو التصدير فتح واشتغل والدنيا اشتغلت ممكن تهلك نسبه 60% من البطاطس دي في التصدير في اقل مهله من الوقت يعني. نروح للحاج شتله كمال شتله. حاج شتله من وجهه نظر حضرتك الحلول المطروحه بالنسبه ليك كفلاح تمام او كمزارع وكمصدر برضه الحلول من وجهه نظرك للازمه دي تمام وهل هي ازمه مؤقته ولا غير مؤقته زي ما ذكرنا واخد بال حضرتك ايه هي الحلول المؤقته والحلول الثابته من وجهه نظرك لحل الازمه اللي موجوده دي؟ هو الازمه على العالم كله ما عليك بالازمه المؤقته اللي هي ازمه كورونا خليك ان احنا في ازمه كل سنه ان احنا اصلا في استيراد التجاوي ما شاء الله 10,000 بني ادم يجيب انت الدوله اصلا تعمل سقف للكميه المطلوبه ولكن 100,000 طين ان شاء الله كل واحد يجيب 1,000 طين ماشي انت ما عندكش كميه عدد الشركات زي الحاج محمود موجود كترت او قلت عدد الشركات المستورده البطاطس زادت او قلت ما لازم تدور لازم تدور لكن انت خليك ان انت دور الدوله عندها معلومات طبعا عندها اجهزه بتحصل لها كل حاجه تمام ايه اللي ممكن يتزرع الكميه اللي تتزرع تكفي السوق المحلي مع فائض التصدير مشان اللي هنقعد نعمل حسابات دي دوله تعرف عندها منظومه تقدر تعرف ان انا لما يجي لي 100,000 طن 10,000 طن مثلا بروح للتصنيع و90,000 طن بينزرعوا بطاطس مائيه دي تكفي الفلاح ينعمل حساب خسارته قبل اي حد الدوله اشتغلت على كل الفئات الفلاح ما اشتغلتش عليه خالص ليه؟ انت هتدعم الفلاح بمعلومات بس مش هتدعم الفلاح هتدعمه بايه عرفه ان انت الاماكن اللي هي يقدر يجيب منها مبيض محترم يجيب منها تجاوي بسعر مش محطوط عليه غير هامش ربح محترم هو انا عايز اطمن حضرتك في الحين النقطه دي ان حاليا الزراعه وزاره الزراعه بدات في منظومه الاقتصاد الرقمي يعني هم حاليا عندهم بيانات بداوا يعملوا منظومه الاقتصاد الرقمي وبدا يبقى عندهم منظومه رقميه واخد بال حضرتك معلوماتيه وشبكه معلوماتيه كبيره بخصوص الامور اللي زي دي تحديدا وبدات تفعل وهتفعل الفتره اللي جايه اللي هتمكنها من كده. دور الدوله دور الدوله المفروض في تجاره البطاطس بالذات هي رائده فيه وعندها اماكنها العملاقه وثلاجاتها وجمعياتها كل محافظه فيها جمعيه البطاطس. ممكن انت من خلاله عنده ناس موظفين وناس مديرين وثلاجات تخزين بطاطس يعني انت مع تفعيل دور جمعيه البطاطس اللي هي تبع وزاره الزراعه خلاها مشاركه خلاها مشاركه انا لما هو مثلا انا عندي استغلال في سوق التجاوب خلي انت الجمعيات دي تبيع بالسعر المعتدل يقوم باين يبان فرق اللي معمول على الفلاح يبقى عشان المشاهد معانا ما يتوهش رقم واحد احد الحلول اللي حضرتك بتقولها وده حل دائم مش مؤقت الدوله تنشط من نفسها في مجال انها تحمل فلاح اول حاجه اللي هو ضبط الكميات المطلوب استيرادها حسب تمام طلب الايه المزارعين واحتياجات الارقام مش واحتياجات المستهلك تمام واحتياجات التصدير تمام يعني انت حضرتك كده واخدنا للزراعات التعاقديه
مش شرط اصل الزراعات التعاقديه ما تعداش ازيد من 20% 25% من زراعه البطاطس. لا هو عادل بيه بيوضح لك السؤال، التعاقديه مش اللي هي التصنيع، الحكومه تتعاقد مع المزارع. يعني 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 انت ما تطلبش اللي مش هيحصل. اطلب اللي هيحصل. الدوله مش هتعاقد معاك على البطاطس. انا الدوله تراقب، الدوله تراقب رقاب، تراقب تراقب الموضوع، تراقب الموضوع. ايوه عشان الفلاح، ما الفلاح ده انت مستني ايه يعني؟ احنا مستني خلاص، هو مات. هو مات، انت ما فيش اي مجال ان هو يشعبط في اي حاجه، يتكلم في اي حاجه. بطاطسه بتنباع ب 1100 ب 1200، هو مجبر ان هو يبيعهم، ما فيش. بس احنا اتفقنا ان دي ازمه مؤقته، ولما الفلاح كان بيكسب هتعدي السنه، محدش كان بيسمع صوته يعني. يعني هو لما بيكسب ما بيقولش انا كسبت، هتلاقي السنه الجايه لما بيخسر بيقول انا خسرت. هتلاقي السنه الجايه نظرة الخساره اللي حصلت، الكميات هتقل، البطاطس هتولع نار، يجي السنه اللي بعدها تحصل برضه الكارثه. سنه وسنتين وسنتين احنا برضه كارثه. احنا برضه احنا تحت رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان شاء الله باذن الله باذن الله هنخط كل الخطوط، وده احنا كان احنا دلوقتي بنغرمهم بس متعشمين في ربنا وفي الراجل ده. هي مساله وقت، احنا كلنا بنقول ان ما فيش حد انتصر للفلاح. لا لا، الراجل ده فيه رقابه 7000 سنه ده اكتر، بطريقه او باخرى الناس توصل للفلاحين، فلاحين الدلتي. انا مش دعوه الفلاح اللي بيزرع في الصحراء باشا، وبيزرع في الارض الصحراويه اللي الفدان فيها بتعدى المليون و2 مليون. ماله امال دي عندي في ناس معدومه. بس الفلاح عندك بس يا ابو يوسف، ما فيش حد عندك بيعدي في عاد اي رئيس الفلاح انتصر في الايام دي بعد السيد الرئيس بتاع السيسي. بالعكس، ده النهارده نستثمر نطلع مثلا نروح المنيا ناخد الفدان ب 20,000. هو مش شايفه، انا بنوجه نظر الناس ديت للمكان المظلم ده، مكان الفلاح المظلم. انا يمكن عايز اقول لحضرتك بس معلومه بس عشان المشاهد. انت حضرتك بتقول ان الفدان في الصحراوي او في الاراضي الجديده بمليون جنيه واقل في الريف. بالعكس، لا ده هو العكس حضرتك، الفدان في الريف بيتعدى المليون جنيه. انت واخد بال حضرتك؟ لكن القيمه التسويقيه للفدان، انا مش قصدي، ماشي انا مش انا صلي على النبي. اللي بيزرع 1000 فدان و500 فدان و600 فدان رايح غير اللي غير بيزرع فدان. هو كده ما يا حاج شتله النهارده. انا بختلف مع حضرتك في النقطه ديت. المزارع اللي هو بيزرع، المستثمر النهارده اللي هو هيزرع 600 فدان، ده مشغل الدوله، شغل حركه الدوله، معاه عماله كتير، معاه موظفين، عنده قدره انه يقوم تاني، عنده قدره انه يقوم تاني. الفلاح اللي عندي انا خلاص ما عادش عنده نقطه قدره انه يقوم تاني، واللي زرع ال 500 فدان ما عندوش قدره يرجع تاني. هيرجع منين القدره؟ هيرجع منين القدره؟ النهارده الفدان بيكسب 20,000 النهارده، بيغرم 20,000. اول حاجه تاني ضبط الكميات اللي المطلوب استيرادها على حسب احتياجات المزارعين، ده مهم جدا، ده دور الدولة. أهم حاجة أهم حاجة الحلقة بالنسبة للبطاطس اللي هي البطاطس المستوردة اللي بتيجي من بره. لو البطاطس دي بتيجي بكميات أقل من اللي هي مطلوبة، هي المفترض تيجي أقل من المطلوبة، يعني لو احنا الدولة عندنا تطلب مثلا 100,000 طن مستورد، يجي لها 80,000 طن. ده حفاظا على الفلاح اللي موجود بيزرع، وحفاظا على المستورد، وحفاظا على مصدر البطاطس. طب ما هو اي مشكله، هي المشكله بتبان اي مشكله ما هي الا عرض وطلب. اما اجي النهارده يبقى المطلوب 100 طن تمام، ويجي لي 80 طن، طب ما كده المصدر هيعلي سعر ال ما هو الحاج شتله الحاج شتله بيوضح لحضرتك معلومه، وهي طبعا انا بضم صوتي ليه طبعا في اللي هو قاله. قال لك المفروض الحكومه او الدوله كدوله او وزاره الزراعه يبقى لها دور في تحديد الكميات اللي بتيجي من بره. يعني انا النهارده مثلا عندي 20 شركه بيستوردوا كميات تقاوم من بره، تمام؟ ايه المانع ان انا اجيب 20 الشركه ده؟ انا في شركات طبعا معروفه لدي البطاطس، دي معروفه على الساحه بقى لها ازم من 20 سنه و30 سنه. بتجيب كميات، الشركات دي بتجيب نفس الكميات بتاعتها، ما بتزودش الكميات. يعني زي الدمياطي، وبقى حضرتك يعني شركات كتيره زي الدكتور سمير النجار، شركات كبيره اللي هي الاتحاد، الاتحاد المصدرين طبعا، اللي احنا زي المهندس مختار اللي احنا بنوجهه للاتحاد المصدرين، اللي هو يعتبر ادعم الفلاح. بقول لحضرتك ادعم الفلاح الاتحاد المصدرين في تقاوي كجوده تقاوي وكاسعار مناسبه للفلاح. وسعر ما هو ده الاتحاد المصدرين يتبع الدوله، يتبع وزاره الزراعه. ما احنا بقى بنقول ايه بقى هنا يا عادل بيه؟ بنقول لو الدوله نفسها تعمل رقابه او تخصص جهه
لتنظيم التقاوي اللي بتيجي من بره. يعني انا مثلا الدوله عندي هنا عاوزه 100,000 طن، اجيب 90,000 عشان الفلاح يكسب وعشان المستثمر يكسب. ما انا النهارده مثلا لو انت جاي النهارده، انا عايز بدل انت بتتاح لي فرصه النهارده بتجيب لي 140,000 طن. هزرع، بدل ما ازرع 5 فدان ازرع 20 فدان. المستثمر اللي بيزرع مثلا 3,000 فدان بيزرع 4، اللي بيزرع 500 بيزرع 1000. لكن النهارده لو التقاوي جاي من بره قليله، ابو 5 فدان هيزرع فدانين، ابو 3,000 فدان هيزرع 1000. هيعمل حركه استراتيجيه لزراعه البطاطس وضبط السوق المصري في اسعار البطاطس. الحاج شتلة، انت مزارع وبتصدر اكيد زي الحاج اسلام، انت لو اتيحت لك الفرصه هتزرع بطاطس تاني رغم الازمه اللي انت فيها، لانك شايفها انها ازمه مؤقته؟ مؤقته، ما عندناش مهنه غيرها. لازم نشتغلوها، فاحنا عشان كده بنشوف ايه اللي نقدره الناس ما تتاذيش بعد كده. يعني حجم الخسائر معقول. ماشي، لكن هي في خسائر خارجه عن الارقام، ارقام نتيجه ان انت بص يا سعد، هي راحت وجات. لازم يبقى لنا دور الدولة دي، لها دور مع الفلاح. الفلاح دي لو وقف انت عالجوع، ما تستكترش الكلمة. انت عالجوع. هو انت مالك الارض دي، الناس مبسوطة دلوقتي، عندها كل حاجة تحت البيت، خضار وفاكهة وبطاطس وطماطم، واحنا بلد زراعية على البيت ببلاش، كل حاجة ببلاش في الشارع. انت هو ده مش عايزين نجيب لك ببلاش كده، ومش قادر. قصدك على الفلاح المنتج والمزارع؟ هو ده. الناس تاخد بالها منه، مش بشرط في البطاطس بس. تمام، يبقى انت حضرتك بتتكلم على الموضوع الفلاح بشكل عام. نرجع للحاج محمود جنديه بصفته الامين العام المساعد للنقابه العامه للفلاحين، نقيبها الحاج محمد العقاري. يبقى الحل كده من وجهه نظر حضرتك في ان الدوله تصدر قانون النقابه المهنيه للفلاحين؟ والله يا استاذ عادل، يعني حضرتك موضوع النقابه المهنيه دي المفروض مطالبين بيه وفي اسرع وقت. لان في وجود وفي ظل القياده الرشيده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وجود النقابه الفلاح حقه هيوصل له، وهو يعني هو قاعد معزز مقر. طيب احنا فاهمين ان 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 ان, إن, إن كلنا ان يعني طيله ال 7,000 سنه اللي هم في تاريخ مصر ما حدش انصف الفلاح، وبدا يطرح فكره قانون النقابه المهنيه وبدات تدخل مجلس النواب. يبقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اول من انتصر للفلاح المصري. تمام. موضوع الزراعات بتكسر وبتخسر دي طول عمر الفلاح بيمشي، مره يكسب ويخسر. صح كده، احنا بنطالب بحق الفلاح اللي هو عباره هي النقابه بقى المهنيه من وجهه نظر حضرتك هتوفر ايه للفلاح؟ هتوفر للفلاح تامين صحي، هتوفر للفلاح معاش، هتوفر للفلاح الأسمدة بتاعته، هتوفر للفلاح الكيماوي بتاعه، حلت له مشاكله مع بنك التنمية والتمويل الزراعي. لا النقابة، هل هتقدم موضوع الزراعات التعاقدية وتحاول تتعاقد مع الفلاح على تسويق منتجه من القمح والبطاطس والذرة؟ بالتأكيد طبعا حضرتك يا أستاذ عادل، لما النقابة المهنية هتفعل كل اللي حضرتك بتقول عليه ده. هو مشروع هو حتى قانون النقابه بيقول انها قانون نقابه الفلاحين والمنتجين الزراعيين. فهي ان شاء الله باذن الله تكون يعني احد الحلول الناجزه ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني بنطلب من السيد الرئيس ان هو تفعيل دور النقابه واصدار قانون النقابه المهنيه للفلاحين كاحد الحلول اللي هي هتشيل عن اللي هتكون اكتر الاخبار السارة او اللي هتنصف الفلاح في الفتره اللي جايه. واحنا ما نقدرش نغفل دور الفلاح، لان هو يعني ملح ارض مصر، وهب الحياه للمصريين، وهو الراجل اللي اشتغل من بدايه، هو المواطن الوحيد اللي اشتغل في ظل وجود الثورات شغاله، هو بيشتغل في ارضه وبيزرع في ارضه، ولا احتجاج ولا عمل اي حاجه خالص، ولا طلع مظاهرات ولا عمود الدوله الفلاح المصري، عمود الدوله وعمود الاقتصاد الزراعي في مصر. وفي فرص كتير يا عادل بيه في المنيا، الناس بس يعني مبعاد عنها ليه مش عارف. يعني عندك المنيا ارض بسم الله ما شاء الله، وانا احد من الناس والله كل زراعاتي الفتره اللي جايه دي تركيز جزء كلي في المنيا. لا هي المنيا يمكن كانت رؤيه السيد الرئيس فيها ورؤيه الدوله المصريه في المنيا انها تكون عاصمه مصر الزراعيه الاولى، لان تم تخصيص فيها مساحات كبيره. احنا النهارده مصر بتزرع
8,600,000 فدان تقريبا. المليون ونص فدان بتوع اللي تم طرحهم من قبل سيادة الرئيس، منهم 420,000 فدان في المنيا، يعني تلت مشروع مليون ونص فدان في المنيا. بالإضافة لأن السيد الرئيس في قانون 144 لسنة 2017 أعاد تخصيص 233,000 أو 34,000 فدان، 334,000 فدان أعاد تخصيصهم لمحافظة المنيا. يعني احنا بنتكلم في 420,000 بالإضافة ل 334,000، احنا بنتكلم في 750,000 فدان، يعني مليون إلا ربع فدان في المنيا لوحدها تستحق بها أنها تكون عاصمة مصر الزراعية. وهي طبعا أرض بكرة، هذه البيئة أرض كويسة ومية كويسة وكل حاجة فيها كويسة، حتى روعي فيها أن الأسعار تكون كويسة، سواء اللي من قبل الأسعار اللي بتحددها المحافظة، والعمالة هناك متوفرة كتير خالص. مشروع الريف المصري العمالة هناك كتير خالص كتيرة، وبقل الأسعار اللي بجنان، لأن هم أساساً اللي هنا دول اللي شغالين عندنا هنا دولت بيحصدوا البطاطس أغلبهم من صعيد مصر. البني سويف والمنيا. لا وكمان حضرتك اللي انت يعني تسعد بيه كمان ان السيد الرئيس اصدر قرار بعمل منطقه حره في محافظه المنيا علشان تكون زي قريه بضائع لتصدير وميناء جاف لتصدير الحاصلات من الزراعات من المنيا. والمنيا تبعد عن القاهره ما يعني ما يقرب من 200 ل 220 220 كيلو. يعني الارض اللي انا واخدها دي حضرتك بتاع شركه فلاحين مصر ديت 200 كيلو من مصر، يعني ساعة ونص على الطرق اللي عاملها سيادة الرئيس عبد السيسي. يعني حضرتك هتزرع في مزارع فلاحين مصر 200 في المنيا 200 فدان بطاطس. ومعايا ان شاء الله باذن الله كمستثمرين صغيرين زي حالتي بالنسبة للزراعات، لان انا بزرع مش هزرع كميات كتير، انا بزرع كميات بس النهارده يعني كم نسبة كبيرة جدا هتروح معايا هناك ان شاء الله باذن الله، واحتمال نعملهم شركه مساهمه هناك بالنسبه للزراعات ونتكفهم مثلا 10 12 مستثمر، ناخد لنا مثلا 1000 فدان على بعضه ونبداوا نجيبوا فيه بفتات، والشركه مرحبه بينا بالنسبه للشغل معانا ومريحانا في دفع الفلوس وموفره لك امكانيات الري والميه، موفره كل حاجه، بتقول لك تعالى ازرع. وان شاء الله باذن الله تكون واحد مستثمرين لمشروع مليون ونص فدان ومزارعينه وتزرعوا في المليون ونص فدان ان شاء الله. يعني يا حاج شتله، الزراعه هي الحياه، مهما كانت بنتعرض لخسائر وبنتعرض احيانا لمكاسب برضو تانية، لكن احنا مفيش حاجه هتثنينا عن ان احنا نزرع. يا باشا الاكل 24 ساعه ده غذاء، ده غذاء، واحنا بنزيد ما شاء الله، واحنا بنزيد وبنحب نخزن احتياجاتنا، يعني مثلا الشعب المصري بيحب يخزن احتياجاته شويه، بزود شويه يعني. فالفلاح عليه الدور ده، فاحنا نقف مع الناس دي. الناس دي تعبانه يا حاج عاد، وانت من الفلاحين. انا فلاح طبعا وعارف. لو قعدت مع فلاح النهارده هتقعد تقول له معلش الدوله وكده، وانت هو دلوقتي مش شايف غير ان هو المستفيد الوحيد دلوقتي عادل بيه هو المستهلك. وماله، احنا عايزين المستهلك يستفيد برضه. والله كل الهم المستهلك يا استاذ عادل، انا كل دور الهيئات الرقابيه وده كله عشان المستهلك. طب اللي هو الجهه الثانيه من المستهلك فين؟ ماشي اهتم بالمستهلك. هو برضه كعادل بيه لما المستهلك، هو المستهلك ده برضه كان بيشتري كيلو البطاطس ب 8 جنيه قبل كده و 15 جنيه. طيب يعني ايه المشكله بقى؟ يعني شويه علينا وشويه عليه، ياخد له سنه. لما ياخد له سنه يعني ياخد له سنه ياخدها ب 100 ونص. انما المشكله في مصر. طيب هو لما كان ب 8 جنيه مش كان المنتج والمزارع بيكسب؟ حصلت جيب مره استثنائيه، تحركت لها كل مجالات الدوله لحكايه البطاطس ب 8 جنيه. كل مؤسسات الدوله اتحركت ازاي البطاطس دي وصلت 8 جنيه؟ طب هي النهارده لما البطاطس ب 1000 جنيه ما اتحركتش ليه؟ ما دي عشان ازمه عالميه على احنا بنطالب اهو، في ازمه عالميه واحنا بنطالب احنا الحلول. يعني هو الغلاء الفاحش اللي احنا بندخله فيه بس على الفلاح، يعني المفروض كل كلامنا حتى في اي برنامج سياسي زراعي اقتصادي نذكر دور الفلاح، لان هو تعبان، فلاح مصر تعبان. ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله بصدور قانون النقابه المهنيه باذن الله، الفلاح باذن الله يكون يعني اصل الفلاح هو ابو المهندس وابو الدكتور بكرر برضه كرئيس بالنسبه للفلاح المصري، عمود مصر وعمود الاقتصاد في مصر، هي دايره، هو اللي شايل البيت، هو هي دايره. لو الفلاح ده وقف كل الاقتصاد عندك واقف، الفلاح اشتغل كل الاقتصاد اشتغل تاني. فاحنا ان شاء الله باذن الله بعد الازمه ديت
ربنا بس اهم حاجه يبعد عننا البلاء دوت ويحفظ شعب مصر ان شاء الله باذن الله. كل حاجه تنحل ان شاء الله باذن الله وكله هيبقى 100 100 وتحت ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. بس احنا مطمنين باذن الله ويعني الدنيا هتشتغل هتبقى كويسه ان شاء الله. طيب هي البطاطس اللي موجوده حاليا دلوقتي يا حاج محمود اللي موجوده في السوق، هل يعني المنتجين او المزارعين كده قلعوا كل البطاطس اللي موجوده ولا لسه في بطاطس هتقلع تاني؟ اللي شغال حضرتك ده لسه. هي البطاطس اللي شغاله دلوقتي احنا بتتقلع دلوقتي بطاطس شتوي؟ شتوي وفي صيفي، العروتين شغالين مع بعض. يعني العروتين الثلاجات مليانه شتوي وصيفي. يعني في مزيد من الكميات اللي موجوده في السوق لسه هيجي كميات تانيه. ما طبعا يعني كده ممكن كيلو البطاطس ينزل على جنيه ونص للمستهلك يوصل لجنيه؟ يعني تنزل البطاطس. الاسعار في الطياعه بتاع البطاطس ما فيش اسعار لاي سلعه. بطاطس الفواكه الفاصوليا كانت ب 22 جنيه النهارده ب 14 جنيه. ازمه ربنا عدينا منها. يعني ان شاء الله باذن الله كل حاجه تعدي باذن الله. لكن نرجع نقول يعني نختصر كلام الساده الضيوف في ان ازمه زراعه البطاطس لها بعض الحلول وهي ازمه مؤقته وليست ازمه دائمة، وهي أزمة متعلقة بأزمة كورونا وأسبابها. واحد هي أزمة فيروس كورونا اللي العالم كله بيعيشه، ودي أزمة عالمية ولكن مش أزمة محلية فقط. اتنين، من ده أحد أسبابها استيراد كميات أكتر من المطلوب زراعته، أكتر من المطلوب زراعته، فيجب ضبط الكميات المطلوب استيرادها او المستورده بانها تكون على قد المطلوب، وده من 80 ل 100 الف طن سنويا يتم استيراده. وبالتالي لو احنا بنتكلم على ان ال 80 الف طن او ال 100 الف طن دول، لو الفدان بياخد من 700 لطن 700 كيلو لطن، يعني تقريبا بنقول احنا لو جبنا 100 الف طن يبقى احنا هنزرع 100 الف فدان في 15 طن متوسط. يعني احنا عندنا حوالي 1,500,000 طن زراعة سنوية لو التصدير ما كانش مفتوح. مش سنوية ده عروة. عروة واحدة. لان المستورة ده بينكسر تاني. بتكسر منه تاني شتوي. يعني 1,500,000 ده بيطلع مثلا منه حوالي 500,000 طن صادر او 700,000 طن صادر، ونص الكمية تقاوي يزرع تاني. يبقى احنا رقم واحد قلنا في ازمه كورونا احد الاسباب، احد الاسباب ان الكميات اللي تم استيرادها اكتر من الكميات المطلوبه، ان التصدير السنه دي مش زي كل سنه، ان توقف المصانع اللي كانت بتاخد كميات من المزارعين والفلاحين عشان صناعات الشيبسي وغيره، ما الكميات اللي هي متعاقده عليها قلت. فده الاسباب الحقيقيه لازمه زراعه البطاطس. اذا هي ان شاء الله ازمه مؤقته، ومبروك للمستهلكين هو المستفيدين الاوائل في هذه الازمه السنه دي. وان شاء الله باذن الله احنا مع المزارعين ومع الفلاحين ان شاء الله، بنقول لهم السنه الجايه ان شاء الله والزرعه الجايه تكون احسن مع ان شاء الله تدخل الدوله المصريه في ضبط الكميات المطلوب استيرادها، والتاكيد على الشركات بانها تستورد كميات اقل في حدود المتاح عشان ما تحصلش ازمه ثانيه السنه الجايه تكون اللي احنا بنستورده اقل من اللي احنا طالبينه، ويكون اللي مزروع اقل من اللي احنا عايزينه، فيبقى المشكله بقت عند المستهلك بقى، والفلاح هو اللي يكسب، هو المزارع، والمستهلك هو اللي يدفع اكتر بان الكيلو البطاطس يبقى يزيد عن سعره الحالي. لكن ان شاء الله باذن الله مطلوب ان العمليه تكون في خير الامور الوسط، تبقى العمليه متوسطه، ان الكميات اللي المطلوبه تكون من 80 ل 100 طن، المستورده تكون من 80 ل 100 طن. ان شاء الله تنتهي ازمه كورونا ويتفتح التصدير باذن الله، والمزارع ان شاء الله 80,000 طن ل 100,000 طن ان شاء الله، من 80 ل 100,000 طن اللي يتم استيراده. 80,000 طن ل 100,000 طن بالظبط. تمام. فان شاء الله باذن الله تكون ازمه وتعدي، وان شاء الله ازمه كورونا ازمه وتعدي، وهناخد بقى رساله من الحاج محمود للشعب المصري كله والمزارعين نطمنهم، ومن حضرتك يا استاذ اسلام ومنك يا استاذ شتله في يعني دقيقه. انا اولا حضرتك بطمن المزارع وبطمن الفلاح وبطمن الشعب المصري
بربنا ثم بالقيادة الرشيدة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتوائه لأزمة كورونا. وبوجه تحية للجيش المصري والشرطة المصرية ووزارة الصحة المصرية الجيش الأبيض، بوجه لهم رسالة بقول لهم الله يكون في عونكم ويقويكم. شكرا. شكرا لحضرتك أستاذ إسلام. أنا بدعي الشعب المصري، الشعب الطيب السمح الغلبان، ربنا يحفظه يا رب يا رب، ويرفع عنا البلاء يا رب. ونصيحة بقى ان الناس تلزم بيوتها، وان الناس يا رب يا رب بقى من الاختلاط اهم حاجة دي، وان كل الغرامات والخسارة والمكسب صح. طول ما احنا كويسين هتقابلك غرامات وهتقابلك مكسب، وهتزرع تاني وهتقوم تاني وهتوقع تاني وهتكسب تاني والدنيا هتشتغل. مش يعني نقعد شوية في البيت لحد ما الأزمة تتعدي ان شاء الله، حافظوا على نفسنا. الحاج شتلي، احنا ندعو بس كل الناس انها تدعي ان ربنا يعدي على خير. الناس ما تستغلش، اللي في مكان ما يستغلش حد. احنا في ازمه، ما حدش يستغل حد. اللي يقدر ييسر على اخوه ييسر في ظل الازمات دي. لازم احنا نبين ان احنا ناس في تكافل بيننا وتكاتف. ما الازمات دي عايزه الناس تقف مع بعضها. اللي عنده سلعه ما يتحكمش فيها بالناس، اللي يقدر يساعد في ظل الموجود ما نستغلش بعضنا. ده من غير الازمه، هي من غير الازمه ان احنا يعني ايه نهوي الدنيا مع بعضنا شويه، الناس تصبر على بعضها شويه. يبقوا في رأفة ببعضنا. هو اكبر رساله كان بيوجهها السيد الرئيس للشعب المصري دايما الصبر والتريث، وان كل واحد يفكر قبل ما يعمل حاجه، وان ان شاء الله باذن الله احنا هنعدي ان شاء الله. ان شاء الله تعدى على خير باذن الله معديين. لكن انت حضرتك مع ان الناس تطلع للصحراء وتزرع وتشتغل، ونعمل مجتمعات زراعيه وعمرانيه وصناعيه جديده، واذا كان في ازمه في البطاطس ففي الانفراجه، في الفراوله، في مش عارف في الفاصوليا، في الفاصوليا، في ربنا ان احنا الفتره الجايه باذنك يا رب ان الدنيا تمشي والعمل يمشي، الشارع ينور بالناس اللي كانت بتنور قبل كده. ان شاء الله باذن الله ازمه وهتعدي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضراتكم النهارده نورتونا وشرفتونا. كل الله يبارك في حضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وبكده جه خلص وقت برنامجنا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم بعض الحلول في ازمه البطاطس للساده المزارعين والفلاحين، ووقفنا على الازمه. طبعا برنامج من سيزرع المليون مع البطاطس ممكن بقاله 3 او 4 شهور بيتكلم في ازمه البطاطس من قبل ما تحصل ومتابعها. وان شاء الله باذن الله احنا مع كل ما يهم الفلاح المصري وكل ما يهم المزارع المصري، وان شاء الله هنزرع كذا مليون فدان، وان شاء الله باذن الله هيكون عندنا باذن الله قواعد رقميه في وزاره الزراعه تقول لنا نزرع ايه وما نزرعش ايه، وان شاء الله باذن الله يكون عندنا نقابه مهنيه للفلاح باذن الله. كل سنه وحضراتكم بخير، وكل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكملوا برنامجكم مع الأستاذ شعبان بلال في حلقات أخرى. بشكركم على سعة صدركم وحسن استماعكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، تصبحوا على خير. تعالى
نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية.